معرض التوظيف السنة هذه المقام في أبوظبي هاي النسخة 16، جينا في هوية جديدة تدعم المسار التوظيفي للإماراتيين الباحثين عن العمل، من خلال ضفنا اسم جديد للتوظيف اللي هو زاهب، معناتها مستعد أو جاهز. من خلال معرض التوظيف السنة هذه الأشياء الجديدة اللي ضفناها منها ورش العمل، برامج التدريب اللي تضيف للشباب الإماراتي الخبرة اللي يكتسبها من المعرض ويكون جاهز للوظائف اللي تكون موجودة أو مطروحة من خلال المعرض. عندنا شركات تقريبا بحدود 45 شركة مشاركة من قطاع خاص أو حكومي، تركيزهم أكثر على توفير الوظائف أو اللي هي تلبية 2% القوانين الجديدة طرحتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص والعام. وأغلب الشركات موجودة حاليا من القطاع اللي هي قاعدة تنظم مقابلات مع المواطنين اللي موجودين حاليا. الشيء الجديد في معرض التوظيف السنة هذه إن احنا ضفنا برامج تدريبية وورش عمل، إن كيف الشخص يقدر يشتغل على السيرة الذاتية، شو البرامج اللي هو ممكن يقدم عليها من خلال الانترنت مثلا أو الصفحة على الانترنت، زائد إنه يتعرف على الشركات اللي موجودة في السوق، لأن حاليا تسهل على الإمارات لما يقابل الشركات فيس تو فيس أو وجه لوجه من خلال المعرض.